طيب كصحفي في الأهرام، تتهم مين بالإطاحة بالأهرام من على عرش الصحافة المصرية؟ المسؤولية الرئيسية دايما بتبقى حسب المرحلة اللي بيمر بيها الأهرام. أي أهرام هيكل صعدت في مصر بالرغم من أنه مصر كان فيها هزيمة كبيرة جدا، هزيمة 67. أهرام الآن بالرغم أن فيه ثورة من المفترض أنها تصعد بالأهرام كأكبر مؤسسة أو أقدم مؤسسة قومية صحفية في مصر إلى مستويات أعلى، لكن للأسف الأهرام بمختلف إصداراته بينهار. المسؤولية بتقع مش على السياق العام إلا بدرجة أن السياق العام ده هو اللي بيختار قيادة. الأهرام بينهار لأنه بيطبل للنظام. وانا لسه بحاجة بكملك انه في النهاية اللي اختار المؤسسات الصحفية القومية، رؤساء مجالس الادارات ورؤساء التحرير، هو النظام الحالي عن طريق مجلس الشورى الخاص به، وهو اللي يتحمل المسؤولية الرئيسية مش بس عن مستوى التدهور لكن كمان على مستوى الخطر اللي بتمر به مؤسسات صحفية قومية، لعل منها اتنين من اقدم المؤسسات بعد الاهرام وهما دار الهلال وروزا اليوسف، اللي يبدو الان ان هما على شفا يعني حفرة كبيرة جدا.